مساء الخير الشباب والشابات اللي في هذه القناة. نتمنى تكون يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. عندنا اليوم الرجلة مع الدجاج كتجيب بنينة. حنا في المغرب كنخدموها الرجلة غير مشرملة. جربوها مع الدجاج كتجيب بنينة. عندنا هنايا ثلاثة القبطات ديال الرجلة. عندنا الدجاجة مقطعة 8 ديال الأجزاء ديال الطرف. وعندنا بصله كبيره مشلوطه. عندنا جوج مطيشات مطحونين. عندنا هذا الكاس ديال العدس كيف ما شفتوا. عندنا الصفر. وعندنا جوج معالق ديال زيت الزيتون. عندنا الثوم مفروم. عندنا البهارات مشكله ملح عود قرفه وكاس ديال الماء عادي. وهذا كنديروه في الاول كنضيفوا الماء مازال مره اخرى. راه هذه الوصفه كتجي بنينه خوتي. هنايا غادي نبداو نحضروا. انا درت هاد الطاوه ورجعت بدلتها طواه اكبر احسن. انا كتعجبني حاجه تكون متسعه. غادي نديروا زيت الزيتون وما تخليوش يتحرق. كتضيفوا عليه مباشره البصله مشلضه. وبالنسبه للرجله حنايا ما كنجربوها غير مشرمله. جربوها بالدجاج بالطريقه اللي غتشوفوا. راه كتجي بنينه بزاف وكثريه. حنا مقبلين على موسم الشتاء كتكون الوصفه يعني سخينه وبنينه. ترافقوها مع الخبز مع الروز كيف ما بغيتوا. وبالنسبه للعدس تنظن في المتاجر الكبرى راه كاين دابا العدس متوفر. هذا كاين العدس الاحمر والعدس الاصفر والعدس العادي. الا ما لقيتيش العدس كيف ما شفتوا ديروا العدس عادي. حنا في هذا الاثناء درنا زيت الزيتون تبعنا لها البصله والدجاج وعود القرفه. ودرنا انا بدلت كتعجبني طاوه متسعه خويت في طاوه كبيره. المهم زيت الزيتون بعد درنا البصله وبعد درنا الدجاج وعود القرفه والثوم ونخليوها تحمص شويه ومن بعد نزيدوا العطريه ديالنا. وبالنسبه للبهارات اللي قلت لكم او العطريه الكمون مطحون كديروا شويه شويه القرفه مطحونه الليمون اليابس الاسود حتى هو مطحون وكديروا الابزار مطحون. يعني كتكون كاع جميع البهارات في بهار واحد. كديروا معلقه متوسطه الحجم ما صغيره ما كبيره ديال العطريه. وبالنسبه اللي انتم اللي بغى يدير الكمون في عوض العطريه واللي بزارو واش كنجبر كيدير. انا درت هنايا الملح الخشن معلقه صغيره وتبعت لها البهارات اللي عندي كاملين ونخليوها تقلى ونزيدو عليها الصوص ديال المطيشه. مطيشه جوج مطيشات كتسلقوهم وكطحنوهم وتصفيهم. ولا لا كاينه هذيك مطيشه اللي كتكون خفيفه مطيشه خفيفه. ولا بغيتو ديروا الصلصه المطيشه كديروها راه كتجيب بنينه هذه الوصفه ديال الرجله كتجي رائعه وبالنسبه للصحيه. كنستمروا في التحريك كيف ما شفتوا. من بعد كنزيدوا صلصه الطماطم ديالنا وكنزيدوا الماء وكنخليوها تغلي شويه وكنزيدوا ديك العدس ديالنا. بالنسبه للدجاج كنغسلوه مزيان في الخل. دابا ضفنا ديك الصلصه المطيشه وداك الكاس ديال الماء اللي شفتو معانا. غادي نشلو شويه داك الكاس من المطيشه ونخليو شويه اللحم يغلي في ديك شويه ديال الماء. وعلى حسب ملي كتلوحو العدس وكديروا الرجله شفتوها ناقصه من الماء هذه خصها كتجي شويه عاقده وشويه فيها لاصوص. المهم غنغطيو عليها ونخليوها تغلي ونزيدو العدس ومن بعد تدريجيا نزيدو الرجله. وبالنسبه اللي قلت لكم الدجاج كتغسلوه مزيان وكترقدوه في سكينجبير بودره وكديروا ليه شي معلقه ديال الطحين والخل باش كتمشي له الزفره اللي فيه. وكتغسلوه مزيان من بعد وتصفيوه وطيبوه. كما شفتوا في هذا الاثناء غنديروا هذا الكاس ولا نص كاس او الطاس ديال العدس ونخليه يزيد يغلي شويه ونضيفوا عليه الرجله.
راه كتجي وصفة بنينة وصحية، ماشي ضروري الرجلة تاكلوها غير مشرملة ومبخرة، راه كتجي في لي سالاد، كتجي مع اللحم. فهاد الأثناء كيف ما شفتو كنغسلو، ديك كتكون عندكم موجدة من قبل ومقردة وكديروها. والرجلة راه كتجي صحية بالنسبة للناس اللي ما كتعرفهاش بزاف، راه موجودة في المغرب الرجلة، واللي تعيطوا لها السلق ولا ما عرفتش اش يسميوها، كترية في هاد مع الدجاج كتجي بنينة وصحية. هنا كيف ما شفتوا معانا طاب الدجاج وطابت الرجلة والعديسة طابت، وبالصحة والراحة. هنا الوصفة ديالنا طابت والدجاج طاب، ما تنساوش تسلقوا معاها الرز الابيض او تقدموها مع الخبز، راه كتجي بنينة. ما تنساوش البنات جربوها، راه كتجي بنينة. ولا عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة وديروا لايك وبارطاج الفيديو، شكرا للجميع. البنات هذه هي الوصفه ديالنا، راها بنينه، ما تنساوش جربوها، ولا عجبتكم ديروا اشتراك ولايك للقناه وشكرا.